فصائل الدم. Blood types. نحتاج لنقل كمية من الدم إلى الجد لإجراء الجراحة. أنا سأتبرع بدمي لجدي. الأمر ليس كذلك يا سالم، فلا بد أولاً أن يتأكد الطبيب أن فصيلة الدم التي سيتم نقلها مناسبة. تعال معي. لماذا أخذوا عينة من دمك يا أبي؟ كما أخبرتك. لتحليلها وليتاكدوا من انها فصيله مناسبه وماذا لو كانت غير مناسبه اذا استقبل المريض دما من فصيله غير مناسبه فان كريات الدم الحمراء تتجمع وتكون جلطه في الاوعيه الدمويه ويسبب ذلك الكثير من الاضرار الحمد لله فصيله دمك او وهي تمنح جميع الفصائل ولذلك ستكون انت المتبرع الحمد لله لماذا تسمى فصيلة دمك O يا أبي؟ إنه نظام يا سالم يسمى نظام ABO وما معنى ذلك؟ يعني أن أي إنسان يرث إحدى فصائل الدم الأربع وهي A, B, AB, O وما الذي تحويه هذه الفصائل بحيث تكون كل واحدة منها مميزة عن غيرها؟ تحوي فصائل الدم A بي اي بي مواد كيميائيه في خلايا الدم الحمراء تسمى مولدات الضد اما فصيله الدم او فلا تحتوي عليها وماذا تحوي فصائل الدم ايضا يا ابي تحوي يا سالم الاجسام المضاده والتي توجد في فصائل الدم الثلاث اي بي او وهي متخصصه في البلازما وما هو دورها داخل الدم إنها عبارة عن بروتينات تحلل المواد الغريبة عن الجسم. آه، فهمت الآن أهمية إجراء التحليل لعينات الدم قبل عمليات نقل الدم، لأن هذه الأجسام المضادة لا يمكن مزجها في فصائل الدم المختلفة. بالضبط، فإذا اختلطت فصيلة الدم A بفصيلة الدم B، فإن الأجسام المضادة في فصيلة الدم A تهاجم خلايا الدم B لأنها غريبة عنها. مما يؤدي في النهاية إلى تجمع خلايا الدم الحمراء والعكس صحيح. وماذا عن فصيلة الدم AB يا أبي؟ أظنها مميزة. فصيلة الدم AB لا تحتوي على أجسام مضادة، لذا فهي تستقبل فصائل الدم A وB وAB وO دون مشكلات. ولماذا واجهنا صعوبة في إيجاد فصيلة مناسبة لجدي؟ لأن جدك فصيلة دمه O وهي فصيلة تحتوي على الأجسام المضادة A وB لذا فإن الإنسان الذي يحمل هذه الفصيلة لا يستقبل دماً إلا من فصيلته فقط ولذلك يسمى صاحب الفصيلة O المعطي العام ويسمى صاحب الفصيلة AB المستقبل العام والآن ما رأيك أن نذهب للطبيب ليطمئننا على حالة جدك حسناً، هيا بنا. كيف حال أبي أيها الطبيب؟ الحمد لله، استقرت حالته وصار أفضل. الحمد لله. الحمد لله، الآن أستطيع أن أسألك أيها الطبيب، هل يمكنك أن تخبرني ما هو العامل الريزيسي الذي تتحدث عنه تلك اللافتة؟ العامل الريزيسي يا سالم أو اتش كما نطلق عليه، هو علامة كيميائية وراثية توجد في الدم، ويطلق على الشخص الذي تحمل خلايا دمه الحمراء العامل الريزيسي شخص موجب العامل. أما الشخص الذي لا تحمل خلاياه العامل الريزيسي فيطلق عليه شخص سالب العامل. وما أهمية ذلك؟ يجب عدم نقل الدم من شخص موجب العامل إلى آخر سالب العامل، لأن الأجسام المضادة في جسمه تسبب تجمع خلايا الدم الحمراء. وهو ما يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية. وفي النهاية، بعد أن اطمأننت على جدي، يمكننا أن نلخص ما تعلمناه اليوم. يجب التأكد قبل عمليات نقل الدم من مناسبة فصيلة المتبرع. فصائل الدم الأربع هي A وB و وO. تحتوي فصائل الدم A وB وAB على مولدات الضد. ولا تحتوي عليها فصيلة الدم O تحتوي فصائل الدم الثلاث A, B, O على أجسام مضادة الأجسام المضادة هي عبارة عن بروتينات تحلل المواد الغريبة عن الجسم يسمى صاحب الفصيلة أو المعطي العام ويسمى صاحب الفصيلة AB المستقبل العام العامل الريزيسي RH هو علامه كيميائيه وراثيه في الدم ويمكن ان يكون موجبا او سالبا